الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغفرنا يا كريم وغفرنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا ربي okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Sen şu anda vasıl eyle. Diğer Peygamberan-ı Azam, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, İslam dinine hizmeti geçmiş olan bütün din büyüklerimizin ve bizden evvel ahirete irtihal etmiş bulunan büyük, küçük, kadın, erkek, bütün din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen şu anda vasıl eyle. Kur'an-ı Kerim'in nuru ile kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını nasip eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan masum ve muhafaza eyle. Ya Rabbi, biz şu anda bayram yapıyoruz. Bayram sevincini yaşıyoruz. Bu kabristanda yatan bütün bizden evvel ahirette irtihal etmiş olan yakın akrabalarımızın, uzak akrabalarımızın, tanıdık, tanımadık bütün din kardeşlerimizin de bayram sevincini yaşamalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, biz biliyoruz ki gerçek bayram sıratı selametle geçtiğimiz gündür. Sıratı selametle geçmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, biz biliyoruz ki gerçek bayram bu dünyadan iman ile, Kur'an ile ayrıldığımız gündür. Bu dünyada Müslüman olarak yaşadıktan sonra iman ile, Kur'an ile ayrılmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz biliyoruz ki gerçek bayram cennete, cemalullahına kavuştuğumuz gündür. Cennetine, cemalullahına kavuşmayı ve kavuşmaya nasip olacak olan hayırlı işler yapmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri şu cennet vatanda mümin ve Müslüman olarak dünyaya getirdin. Mümin ve Müslüman olarak yaşadıktan sonra son nefesimizde buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.